القضية رقم 7777 المتهم الكذب. الكذب ازرب روحك. انا متهم سيد رئيس. مالا شكون؟ هاو قدامي مقدمين بيك برشا شكايات وتهمينك برشا تهم مليانة بالكذب. انا من اتخلقت ومن اللي صغير حب نثبت كلمة ونعودها قدام الحاضرين الكل يكذبوا علي. علاش؟ هاو علاش؟ فما كذبة قد جبل بنج وتريح العقل، ترمي تلامس على عينين برواشتها معدولين، داخل سوق الكذابين تحل مرمى في الاخرين. ثم كذبة قد جبل بنج وتريح العقل. اكذب 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 اكذب. Bonsoir, madame, voilà, il y a tout, la cuisine tunisienne, authentique, folklorique, tout ce que vous voulez, madame. Voilà, la chaise, la chaise. Très bien, merci. Vous voulez, madame? Vous avez du couscous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, madame, on a le couscous, le khorchef, le foule, le homme, tout ce que vous voulez. Tout commandez à nos taxis, madame. Khouya, haoul mini, papa. Avec le dairy, ça m'a chéri, haoul mini, dairy, il y a zizi. Oui, le couscous, le macaron, le chou. بابا طابل كات وما عايش تقول لي فرير تقلقني من كليونات وما تعيطش. اثنين عرقبة زوز ملوخية أربعة لوبيا مشي بايدو حاضر روح تعيش كوية مدام. وي يبوا لا سيرفيس كومبلي عايش بابا. وي بدل اللحمة بربي ضريبة عليها ضريبة اللحمة هذه مش مشكلة صحيبي تو بدل لك اللحمة تو بدل لك اللحمة كبيرة تاكلها خويا أنت وتفضل المنزل يا كليون أرواع عايش خويا فرير. ويني احكي لي معاه. ناس ما فيك لك ليون وادا كوردو بابا العزيز ما نتشارك ليش برش انت ما لابدك تروح وجهة في الميزير لانا كلك ودنك عايش خويا مسيو. وين بربي شنو اللي دام اللي في اللوبيا يعمل لي شحم ولا نعمل فريجي ما يساعدني يجهز عليا هذاك يدام هذاك عصير بتاع ليا جودو ليا هذاك روبلاسي جودو فول عايش خويا هاتي جودو فرير. وي فهمني معاه عايش خويا لا قلت ما فيك تحكي على اليدين بابا عزيزي تعرف اللي ناس قبل لله كانوا يشربوا 5 لترات يدين على الصباح فورمة ناس قبل واحد كي يضرب شجرة تطيح زيادة فهمت مين ما شنو قاعدين تفيسخوا عليا يا حسرة ناس قبل فرد ما نستوى ماركا كرابوتون وكسكس باللي ينعب كي بابا عزيزي الكسكسي قبل كان بشاهمت وكان يتب في التبسح ويجادياري بالقريعة وبالجو توا ولا يطيبوا فيه بالكوكات ميني كان كسكسي ولا كسكسي بابا سمحت عايز وي فرج وليك شعرة ولا ليه شعر نحب نسلك سؤال وفتي اش تخدم انت حجامة هي مشكلتك انت مش مشكلتي يعني هي شعر هنا من حانوت الحجامة بتاعك الفانوت رفعت ما نجنو يا طيب وي اي جناز سمحني فاضل كوي طوانا كي تلبد كومبلي حول شنو هذا اللي عطيه لي لاكو كومبلي حول وين هو الكومبلي مش كومبلي قدامك هذه مش حوطه هذا مش فريت هذه طماطم مش منجوطه هذا مش خس يا كومبلي هو يخلق كعبه حوت قد بطاطا قد كعبه البطاطا فرير وي شوفوا معها يا شخويا ما سامحني يا شخويا انا في مطعم راه مانيش عروس بحر انا باش نلبد اللوطه في البحيري ولا وجهه الحوطه الكبيره من وقت عزيزي توا نخرج الحوت من بحره نهزو للصاله تاع جيمناستيك ونعمل له بوتي بكار تنتي 7 حوتات وش راني جازيوك تلاش فرير عايش خويا تبوش عليه ركاع عايش خويا نحبو في الحوت احنا خويا يبغوا الحوت كله في بحر عايش خويا والناس تعمل له ثنايا البوري يمشي للبوري القاروس يمشي للقاروس والوزاف يمشي للوزاف عايش خويا هكا هو بابا الوزيفي للوزيفي عايش خويا
هيك دار هذيك انا هي المغادي هي فيها زوز خويط وفي وسط الدار حاليا مطعم بلاش رخصه والناس داخله خاشه انا وطعمه انا في المقاعد انت في كلامك متاكد منه اي متاكد شنو ولا ايش معايا وريني لا ما نحبش يشوفوني الناس يقول لي قويت لا هذيك اتم قاعد هنا ومشي شوف نقول لك صحيح يا اخي صحيح ما ادري واش قلت لك باهي استناني هنا باهي امورك في العمرين من رجلك كل حبه شويه جاسوس ولا ما وعلى جاسوس اوكي جاسوس ما دكتور جاسوس جاسوس بارك فراغ جاسوس شويه ما مسيو وي سي فو بلي لي مدام تو سويت قلت له ما كيسكو فما في دوني مونجي لا فراغ شعطيتها ويا حريص C'est de la confiture tunisienne, madame. Quoi? Confiture. Confiture? Oui. Mais en général, la confiture, c'est doux. Ça, ça pique. Doux, madame, mais je n'ai pas un peu. Merde, madame, soyez. Madame, c'est de la confiture, harahoul. Oh, il est gassé! Mohamed Midour. L'eau, quand même, je suis blême autour. اهبط تسلم يا رسول يا خمسة وخميس حضر محمد وغايب ابليس يا بابا مشيلي عايش بابا مشيلي جو حاضر ها شكون مولا الدار خويا انا هو مولا الدار خويا العزيز فرح ولدي فايش عاملين له فرحه فرحين بيه عزيز شرب يا ناسي النسنا خويا بسيد العون الكليون اروع كما يقولوها تحبش حويجه تسقط بها بابا في بينا بيه مطعم نعم خويا اي حتى خويا تنبس فينا خويا العزيز نحضر طعمه تاعهم خويا ذري شويه بخور عايشك في فغريتا ياسر كيما ترى خويا فرح شويه بقلاوه شويه مقروض وبومزيود يخبط وتقول لي مطعم ثم مطعم في بومزيود سيد العون المدام نتاعو فرحانه عملت لنا شويه طواجن شويه مقرونه شويه كسكسي بلاتو حوت كومبلي وانت تقول لي مطعم فرار وي يظهر لي جماعه الجيران حاصدين منا يحصدونا اخوي في فرحنا في جونا واحنا زاهين ما تم حتى مشكل من حب على شبه اللي اخي وقع في الخير لو قلت لك نصيحة بعد عين في الوقت بطيئة قبل ما يبنش صحيح قلت لك ليش طال الحمام يا جماعة والخدمة تقدم القدام فير بوخ ويرجع للصلاة خطيه برعاك هيا خويا خوية فلاتو دي سير بيش تجد الظهور ما تتطور بيش بيان اربع بيض يا خمسه اكل ثلاثه سلطه السير غادي يا سوس هيا وقت اللي تسمع الحس تخرجوا ما تخرجوش يتنوع اشكون عاصب حاجه اعطيني الحساب يا سيد تفضل خوي العزيز عندك سلطه شوربه كومبلي حوت 5200 والبوروار انت وهمتك بابا لا ما عنديش هم ما يجيش ميدومه ما يجيش كعك حوت خد كعك البطاطا والحساب الفاتوره جات غاليه
فرير وي شوف لي جو عايش خويا. حاضر بابا. عزيزي من قبيل انا نسمع فيك تتكلم في وسط 300,000 كليو وانت من قبيله ترتاي في دم ترتاي في فريت سملي في الحوتة مولا بنش صحيبي كل مش عجبتك الماكلة يا عزيزي المستمع ما تخلصش كيكة سبق نعم خويا صحوبة زي سبق اللي انت تمها في الماء بابا خويا سامحني بربي حبيبي تخيب روحك مهف بابا انت تحب ما تخلصش اتعش عش روحك وتتقوت وما تحبش تدفع تدفع ولا كي وليت لطول لسانك نقص معاك خير خوفي وصل انت نحب ربك فرير ما تخافش على عشيري ياخذ فلوسه بدون اي نقاش عيش فاو السرب ها فرير فما كذبة قد جبل بنج وتريح لعقل ترمي تلامس على عينين برواشتها معدولين داخل سوق الكذابين تحل مرمى في الاخرين ثم كذبة قد جبل بنج وتريح لعقل اكذب ثبت اللي راجلها نية بالقدا برا برنامج برا نبداو في الامور برنامجنا كيف العاده كل عاده انا مانيش موافق وانت موافق برا شد ابدا دولاب اهدى اهدى يا عالم يا عالم عايز يبيع مجوهرات ماما يا ماما يا حبيبتي يا ماما عايزني اعمل ايه عايزني اعمل ايه يا سيدي هبيع يعني هخلص اللوكان ده منين الفلوس ذو هعيش هنا بلاد الناس ما بتبيعش ما بتبيعش ذهب بابا ذهب بابا الله يخرب بيتك انا هبيع الذهب ما بتبيعش ذهب انا هبيع والله العظيم شوف شوف جماعه يقول لك بيبيع الذهب شكد يا ناس شوفوا الذهب انا هبيعه اه اللي فيهم مغزورين كاننا دبرناها تعايز يبيع ذهب بابا يا اخويا عايز يبيع ذهب ماما ماما الحنونه الذهوبه يا اخويا اخلص يا احمد اخلص اختي العزيزة ده ذهب ماما يعني وزي ما يقول المثل ما لزلك على المر اللي امر منه وانا حبيعه يعني حبيعه قلتوا ايه ما بتبيعوش ما بتبيعوش ده ذهب ماما اللي علمتنا وربتنا بحبها يا ماما يا ماما يا سيدي هنعمل ايه هنخلص اللي كان ده منين هناكل منين يعني احنا من بلاد بره وضعنا كده والفلوس ضاعت نروح في داهيه وما نبيعش ذهب ماما انا هبيعه ما بتبيعوش انا هبيعه انا هبيعه انا هبيع ذهب ماما يخبوه قبل ما يبدلوا رايهم قديش يعني بدون لا لف لا دوران يعني كده والله العظيم يعني ايوه يعني هو سومه الحقيقي يعني 24 هو يعني ذوقه 24 25 ذوقه يعني 500 دينار يعني زي ما تقولوا 500 دينار بس انتم علشان الحلوه دي انا هبيعه يعني 300 لا لا بتبيع ذهب ماما وبتبيعه بالخساره 300 هبيعه قلت ايه يا اخوي مبروك يا سيد مبروك عليك الجواز مبروك تذهب مبروك هيا برا لك البلاصه Fish.
اسمع رد بالك تغلطني في النطق. تهنى النطق ما تغلطنيش. مرة حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. ايوه يا حبيبي تلفزة بنبيع تلفزة عشان ندرس جدا جدا ونشتري كتب جدا جدا. يا حبيبي احنا طلبة في الجامعة ما عندناش فلوس يا حبيبي. رحمات يقرا ويبيع ويتبشوا باش ينجحوا. فهمت؟ تلفزيون جميل 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 تلفزيون. عايز عايز تتعرف على خليه ده فيه. رزين رزين شويه تلفزيون يا حبيبي رزين عشان جاني من صديقي من اليابان. ايه مرزين التلفزيون بيشتغل في الصباح المنتصف الليل فيه الغنى فيه كل شيء. المامبو استوداني مامبو يعني حبيبي التلفزيون يشتغل تلفزيون وفي الفلوس. السوم السوم تتعرف على السوم نحن بيبيعوه في المغازات بيبيعوه في المغازات ب 500 دينار. لكن حبيبي حبيبي اللي هو حبيبي حبيبي لك انت 300 دينار. حاجة حبيبي جميلة جميلة جدا. حاجة عمبراني عمبراني حبيبي. السوم باهي تلفزيون حبيبي يشتغل في الليل وفي النهار يشتغل غسالة. ايوه غسالة عجب. عجب والله بيغسلوا الحوايج او غير تغسل حوايج الفرخاوني حبيبي في الليل. المامبو السوداني غسالة وطلقة انا خذها. حبيبي يا حبيبي النستمونة النستمونة بالفرخاوني. مبروك النستمونة. مبروك حبيبي مبروك. ربي ينجحكم. بارك الله فيك حبيبي. مبروك برا نغسل وجوهنا بالله. باعوه باش يقراو. مالنا مفاجأة باش نعملها للمرأة اليوم كبيرة ياسر. دخلها التلفزيون تبدا فرحانة ياسر. يا وجاي يو كارير تحجر. والله يا جماعة من نهار اللي قعدت معاكم وحكيت معاكم فرحان ياسر بالمشروع متاعنا. ايوه المشروع هذا متاع المعسل مشروع مهم ياسر. وفوق هذا ودونه القاوي معبين بشيش ومفقود في السوق المعسل. يا هلا بالضيف ضيف الله والمعسل بنقولوله طنباك يا خي. اسمر عبر مثل القمر والشاشة عندنا قاعد نسموها ارجيلي. ارجيلي ولا طنباك ما يهمناش فيه، اما المهم نربح الفلوس. ايوه كسبان يا اخوي. قل لي ولا تخبيش يا حبيبي المال رايح فين؟ واحنا اللي انت بتريد واللي انت بعايزه نحنا بنجيبوه. مش هكا يا خاي؟ انا بشتري عمري في رضاكم. لا لا وكما قال خاي عندنا غادي في بلد المعمل متاعنا متاع المعسل ونتعامل ونصدرها لكل الجهات يعني البلدان المجاورة ورجال اعمال اللي زيك انت وكسبانة ان شاء الله. والله كسبانة. نادوا معايا الصبر للصبر انا عطشانة. ما وخوي عطشانين بنتعرف على الناس الطيبين اللي مثلك انت وبنتعرف دائما وابدا الا على الطيبين. غدار غدار حاج بعينك غدار حاج بعينك واحنا بعيد عن غدرة لا نغدر حد ولا يغدرنا حد. يحبوا الثقة الثقة المتكاملة وان شاء الله كسبانة. والله كسبانة كسبانة. وكل ذاك اللي لما شفت عليك ونا وخي عندما شفناك عرفناك طيب وما بنشوف الا الطيبين وان شاء الله المعاملة متاعنا متاع الطنباك كل رجيلة بتكون مستنفعة للجميع وكسبانة. يا بابو يا بابو رايح على فين؟ يا بابو رايح على فين؟ ولما احنا نروح وغادي لبلدنا حنبعث لك سلعة متاعك يعني الكمية متاعك على السفينة الخاصة متاع معملنا. ان شاء الله كسبان 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 يا اخويا كسبان. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحصين. انت بتقطن في تونس ونحن بنسكن في الخليج والمسافة بعيدة والصفقة بيلزمها اموال. مش هيك يا اخوي؟ عيش انت عيش انت او مت بعدك وعلى موت على حياة يلزمنا نعيش بالثقة يعني ما بيناتنا تسبق. لازم اخي العرب اخي الكريم. أيوة. لازم عليك انت تسبق النحويجة باش نحن نبعثوا لك صفقة. تفضل قداش تحب ونعطيكم تسبيقة. ايوه يا اخوي قل لي ولا تخبيش يا حبيب نحن عايزين ايه.
بداش انت بتقول بيديك يعني أيوة. احنا طالبينك اخ الكريم 4 ملايين تسبق والبقية تأتي. ايوه 4 ملايين ما بتشلقوش. أربع ملايين أيوة. تسبق هذه اخ الكريم وبعد البقية دي كبر له في الكلام وان شاء الله الكمية متاعك تكون عندك المعسل والقرية وكل حاجة وقدرة الله كسبان والله كسبان الله الحمد لله ايزي كمل له كاكا كسبان والله كسبان كسبان شكرا شكرا والله يا اخويا كسبان. تفضل عاش خويا شوف لنا الملايين بتاعنا وجايك الجو. اسف الشيك هذا بدون رصيد. بدون رصيد؟ صحيبنا ذر كذاب اكثر من كذبنا احنا وليد عمل الكذبه حدود اخويا حنان.